اذا رح نشوف اربع صور ورح نجرب نحذر شو في بقلب هيدي البوكس، واذا طلعت موسيقى يعني الشيء اللي حذرناه مظبوط. لكن يالو باتكس يا جو دو سوسيتي ايس كريم، يعني موزة على موز، موزة على لا على فواكه، على موز ساعدين موزة موزة بانان بانان. وين الميوز؟ لا ما بعتقد بانان موزة. طيب ليش طلع في بوزة؟ انا ما فهمت. بلا 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 موزة بلا لانه ابي اصفر واسود. لكن يعني طيب عندي سؤال، شجرة وساعدين وسانج موزة. اوكي خلاص يلا قررنا، 3 2 1 موزة. ايه مظبوط. او ماي جاد. فاذا عم بيقولوا لنا انه التشالنج هو يلا روبن، فحدا بده يتبرع وياكل الموزات يلي هو روبن. لا لا لحظه شوي، الموز منيح للسبور، فستيفان حيكون الشخص. سوري هلا بالباب موزه يعني مظبوط يلا روبن. لا 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 بس بدك نقسمها بالنص، نقسمها بالنص، نقسمها بالنص. رايكم اثنيناتكم تتحدوا بعض؟ يلا. اوه تحدي كثير خطير. وليكي اوكي من قد بعض قد بعض، واحد كل واحد قديه بيقدر، انا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. انا رح اضل اسمع، انت اذا بتلحق تاكل هو انا لازم اكل هدول. لنشوف اوكي انا بنبلش هلا يلا جاي ايت ذا براون بارت اوف ماي فان. هيدا التشالنج يلا بلش اسرع 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 اسرع، هو كثير ربحان قصص. او ماي جاد بس انا اوت هدي هدي عم ساعدك، انت عم تساعديه. اطلع اكل مول. مشاهدينا هذه هي حلقتنا، مثل ما شفتوا كل جمعه بيكون في عنا تشالنج جديد، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديوهات اللي حضروهم سامي جو وساندي، ونحن بنرجع بنشوفكم الساعه 7 ونهار الاثنين بتوقيت جديد وبحلقات جديد. باي.